طيب يا شيخ متى يعني يسقط الوفاء بالنذر؟ إذا كان النذر معصيه. إذا كان نذر معصيه، أما إذا كان نذر طاعه فلا يسقط. إن كان قادرا على تنفيذه وجب عليه ذلك، وإن لم يكن قادرا فإنه يبقى في ذمته دينا لله عز وجل متى ما قدر فإنه يوفي به. نعم.